مع المتألقة غيزلة مكوار الخبيرة المتألقة في التجميل والحلاقة بالدار البيضاء، الحديث معها عن فوائد جمالية للشبة اللي عندها طبعا عدة استعمالات. كنسمعوا أنها مطهرة ومضادة للجراثيم والبكتيريا، كتعالج أيضا الجروح، كتسد المسام بعد إزالة دوك البوان أو النقط السوداء. غنتعرفوا مع غيزلان وصحح هاد المعلومات. غيزلان صباح الخير. صباح النور سارة، أش أخبارك غيزلان؟ لاباس عليك؟ بخير على خير. لبسك بارك الله عليك على المعلومات. صحيحة. نعم. المعلومات صحيحة وللأسف الناس بزاف تجهلوها وحتى حتى تعترفوا بنا احنا، يعني بعض الوصفات أو بعض المواد طبيعية الغرب عاد حنا تنبداو تنقلبوا عليها. تنشوفوا الشبة تنعرفوا من زمان، كان يعني جداتنا ملي ما كانش لو ديودورون كان تيحضروا في البيت ديالهم بوحدهم ديودورون طبيعي ديالهم اللي كانت تسمى التوتية. إلا تقول عليها كان من المكونات الرئيسية ديالها الشبة، الطالك، الماسك، يعني هاد المواد اللي هي طبيعية اللي كانوا السيدات يعني غير البنيتة ديالها تتبلغ أو العروسة تحضر ليها هاد الوصفة الطبيعية وتتكون عندها دائما في من ضمن يعني المواد اللي اساسيه تكون عندها، وكتكون دائما يعني ما تكونش عندها رائحه العراق في تحت الابط. تكون تحت الابط يعني فيه واحد يعني ما تكونش فيه داك السواد، كيكون دائما ابيض و اللون ديالو مزيان والرائحه ما كايناش. نعم. دونك خصوصا دابا غير كنشوفو دوك لي ستيك او لي ديودورون كيداروا كتلقاهم ان باز ديال الشبه، باز دو بيغ دالان. نعم. الشبه بالفرنسيه هي لا بيغ دالان. كنشوفو يعني تقريبا الماركات الكبيره ديال لي ديودورون كلها يعني استغنات على السيل دالومنيوم واستغنات على الكول او باتو ولا بيغ دالان. هذا اكبر دليل ان جداتنا ما كانوش غالطين وكانوا يعني تبارك الله بوحدهم راه تبارك الله كانوا داكشي يكتشفوها شي حوايج كيديروهم يعني يمكن بطريقه عشوائيه. حنا كتبان لينا بطريقه يعني بطريقه عشوائيه ولكن ما يكونوا جربوها وسبق ان كان بالتجربه وكان عن دراسه. دونك نعرفوا بان الشبه الا قبطنا غير الخليط ديالنا التقليدي هاد التوتيه وبحثنا فيه وحليناه كانت يدار فيه الشبة كنعرفوها بأنها كتسد المسام ومعقمة ومطهرة، ما كتخليش البكتيريا تكون دونك اوتوماتيك من الرائحة ما غاديش تكون. الطالك كنعرفو بأنها تبيض هذك الأماكن وحتى هي تنشفها من الوميديتي، يعني هو ما غاديش يخلي التعرق وغادي ينشف ديك البلاصة وسقطو غادي يبيض، لأنه في الطالك من المكون الرئيسي فيه هو الكاولا او الطين الابيض. داكوغ. دونك الطين الابيض دائما ما كنصحو به المناطق اللي فيها سواد تعطي ليكلا. كان تزيد فيه حتى البيكربونات دو صود او كان تزيد لهم غيزة الصودا. طبعا فلا بيكربونات دو صود هي مطهرة ومعقمة وكتزول الرائحة الكريهة اللي تتكون. وكان يعني من المواد زمان ما كانش غير البارفان، يعني ما كانش المواد كثيره اللي هي فيها الرائحه، فكانوا كيكتفيو بالمسك وراه تيكون محكوك حتى هو وهادشي كله تيكون مدقوق يعني منين مزيان وتيتغربل وتيدوز في الزبيب في حياتي حتى كيولي فريمون واحد البودره رقيقه. اما كنستعملوها غير بيدينا ولا بواحد البانسو ولا داك البليغو اللي كانوا الرجال تيديروا به لاموس اغازي. والله وكتبقى يعني هاد وشوف المكونات بطريقه ذكيه ولحللناهم شفنا بان كلهم عندهم منافع. انا كنصار بكل صراحه من المواد اللي تتعجبني ومن الوصفات اللي تتعجبني بزاف، وكنصح بان السيدات ملي يقربوا وليداتهم الاحسن يقربوا لسن البلوغ وكتبدا كتظهر فيهم واحد الرائحه انتي بو فورت في الدات ديالهم، من الاحسن يستعملوها. كيمكن هاد المكونات الثلاثه يعني هاد يعني كيعطيو نتيجه زمان طالك ولا بيكربونات دو صود والشبه كيمكن لينا نديروهم بوحدهم الا ما بغيناش ريحه ديال المسك. كيمكن لنا نكتفيو بالشبه مدقوقه ولا بيكربونات دو صود هكذا كغبره.
بالنسبه للناس اللي كيكون انا كيعجبني الاتصالات ولا تبقى حكم التجربه كيعجبني الاتصالات السيدات او الرجال كذلك اللي كيشتغلوا بزاف يعني بلو كور ديالهم تيتحركوا كيكون عندهم واحد الرائحه العرق ماشي كتكون غير من تحت الارض كيمكن يعرق كامل من الدات ديالو وكتولي واحد الرائحه مزعجه كتزعجو دونك هاد الناس ملي ياخذوا لادوش ديالهم دائما يكون عندهم في لاصال دو بان هاد الخليط هذا محضر يعني من بيكربونات الصوت وش بندقوقة والتالك تنهيها دجوج لا بيهم جوج الوخة هاد الجوج كناخدوا منهم واحد الكاس صغير بحال كاس ديال اتاي كنعمرو وكنديرو في داك السطل الماء ديالي كامل ملي تنبغي نتشلل وكنعمر عليه الماء بيان سيغ مزيان وكنشلل به الدات ديالي بيان سيغ ما غنديش نديرو الشعر غير لو كور بالنسبة للناس اللي عندهم يعني كيف ما قلت لك يتعرقوا من الفوق لتحت نعم يعني كيولي انسان تيعرق كله وكتكون فيه واحد الرائحة مزعجة نعم بمعنى هاد الخليط فوالا هاد الشبان دقوقة والبيكربونات دو صود إلا درناهم في هاد السطيل ديال الما وتشللنا به نكونوا متأكدين بأن غادي يبقى الرجل أو المرأة ديك يومين ثلاث أيام وخا تيعرق ما كيخرجش ديك الريحة اللي كريهة ملفنة فوالا هي الرائحة الكريهة خاص السيدات يعرفوا راه ماشي الدات ديالنا هي تتخرج الريحة خايبة الدات ديالنا تيخرج منها إفراز عرق وهذاك العرق إلى تكروز مع الدات ديالنا فيها باكتيري هذاك لي باكتيري هما اللي تيكونوا سبب في الرائحة اللي تتكون كريهة في الدات ديالنا دونك يعني ما كاينش واحد شخص كيكون فيه رائحة خايبة أو واحد ما فيهش لا هما غير حسب الدات ديالك حسب الملابس أنت لابس يعني بعض الاحيان اذا كانوا ملابس من قطن فالقطن تيشرب العرق وما تيخليش الرائحه تكون اذا كان ملابس فيها نسبه عاليه من البوليستير ولا من الفيسكوس من مواد اللي هي من مستخلص البترول او البلاستيك فهي كتخلي لو كور ديالنا تيتزمط ما تيتنفش اوتوماتيكمون كتكون فيه دي باكتيري اللي هي كتعطي هاد الرائحه نعم غزلان بالنسبه للدوزاج او الكميه اللي ممكن يستعملوا لان كنسمعوا انها هي الا درت بزاف ربما خطيره على الواحد واي حاجه اي شيء زاد عن حدين قلب الى ضده انا كيف ما ذكرت في السطل الكبير ديال الماء يعني 20 لتر وما اكثر كندير واحد الكويه صغير يعني داك الكاس اللي تنشربوا فيه اتاي ماشي يعني الكاس الصغر من كاس العنب اللي تنقدروا بيه الكيك دونك هذاك الكوي الصغير كيكون فيه خليط ما بين بيكربونات دو صود وما بين الشبه مثلا بالنسبه للعرايس اوغلوماغيي انا كنحضر لهم بزاف واحد الوصفه اللي تيديروها للدات ديالهم باش يتخلصوا من الخلايا الميته والدات المسام ديالها يعني كيتسدوا وما تتكونش رائحه كريهه في الدات مدة يعني أسابيع فوالا كيكون خليط فيه مثلا الحنة مدقوقة يعني بحال دابا إلا الحنة كنديرو منها ربعة المعالق فالشبة كنديرو منها غير نص معلقة صغيرة ديال القهوة دائما الكميات ديال هاد المواد لأن شوفي لقستي غير بيديك الشبة غير هكداك باقا حجرة ماشي بودغ كتحس بالصباع ديالك بحال تيتكمشو دونك هي تتكمش يعني هي كتسد المسام اللي هي محلولة انا كما كنصحش بها الوجه نعم بمعنى نهائيا فوالا نهائيا للسيدات اللي كي ما عدا تنقولوا ذكرنا البارح لو بوطون دو فيفغ يعني ديك حبوبة السخانة باش ما تتبقاش هكذا من فوق ولا كاين اللي كيستعملوا خصوصا غير في الانف ملي كيحيدوا دوك لي دوك لي بوان كتبقى محلولين بلايصهم بزاف انا بغيت نتفاداها كومبليتمون باش الناس لان للاسف حنا المغاربة ديالنا كنزيدوا شويه من عقلنا وكنبداو كنبدعوا وملي تنسمعوا غزلان قالت بان يمكن الناس تعملوها للانف ولا شي حاجه كنزيد تقول لك اليوم استعملت اني في عجمين غزير طبعا نكمل ثاني ندير واحد الشيء كاين خطوره الى قاس العينين فوالا هادشي باش نحاولوا نتفاداوها بغينا نديروها يعني الانف ولا هاد المناطق ما كنستعملوهاش بودره كنخليوها هكذاك حجره كنفزقوا الراس ديالها وكنحطوها لهذوك الاماكن كيكون كتغسل يعني هنا لي بور نعم ممتاز مي انا كنصح بها خصوصا السيدات لي كور ديالهم تيكون كيما ذكرنا رائحه مزعجه تحت الارض نعاودو نرجعو استعمال توتيالي خصوصا لينا كنشوفو علميا مذكور بان من المسببات ديال السرطانات ديال الثدي ديال الفام اولا يعني الراجل او المراه
هما لي ديودوران تيكون فيهم سول دالومنيوم وتيكون فيهم الكول. دونك نحاولوا نرجعوا للوصفات الطبيعيه ديال جداتنا اللي ذكرنا. نحاولوا يعني نتفاداو ناخذوا لي ديودوران اللي فيهمش هاد المواد ولا شفنا فيهم بيغ دالون تاكدنا بان ما فيهمش سول دالومنيوم حتى هما نقتنيهم ماشي مشكل. بالنسبه للنساء اللي تيتعرقوا لهم يديهم دائما في الوسع كيكون عندنا واحد الطريف تشبا هكذاك حجره ميتا عرقوا لي ايديا كناخذ ديك الطريف كندوزو على ايديا اوتوماتيك سوغ بلاص كنشفوا لي ايديا. بالنسبه للنساء ولا الرجال ولا وليداتهم اللي تيكون عندهم في الشونسور ديالهم السبرديلات ديالهم ولا الصابط تيكون فيهم رائحه كريهه كناخذوا واحد التقشره تكون عندي تقشيره تكون قديمه ولا ليبا اوموس تكون قديمه ما بقيتش نلبسها كندير فيها شويه ديال الشبه كندير فيها شويه الطال كندير فيها كندير فيها شويه ديال الخزامه كندير فيها شويه ديال القرنفل يمكن ندير فيها حتى الديكربونات الصوت وكنسد داك الليبه كنعمرها داكور كتولي بحال واحد المزيوده كنعمرها بهذا الخليط هذا وبالليل وانت تدخل ولدي ولا راجلي ولا اي ولا بنتي ولا اي شخص عنده رائحه يعني الصباط ديالو تيخلي له رائحه ورائحه كتكون لان الرجلين ديالو تيعرقوا وما تيلبسش تقاشر اللي من القطن اللي تيشربوا العرق كيكونوا تقاشر هكذا فيهم مواد اللي هي غير منتظمين اغلبيه بوليستير اما ليبا اصلا اوموس ماشي قطن داكور وكنوضعوا هاد القاشر هذا اللي حنا عمرناه بهاد الاعشاب فيها وتتبات ليله انا من الاحسن كنكون انا فوق ما نعطيك واحد السر فوق ما شي ليبا تسلات ليا تسلات او تقبعات او مابقيتش غنستعملها فبلاصه ما نرميها كنعمرها بهاد الخليط وكنوضعها في الضابط ديالي كاملين. دونك الصباح ملي تنجي تتلقي الا حليتي البلاكار ديال الشوسور كتلقى رائحه فيه كتلقى فيه الرائحه ديال الخزامات وفوق ما تيقدان ديك التقشيره تضرب مثلا شهير كان الا مشيت للمارشي باش نتقدا كندوز كناخذ واحد نص كيلو ديال الخزامه كنجي للدار كنحضر هاد الوصفه وكنعمر بها عاوتاني داك الليبا تيبقاو دائما صبيطات نقيين من الداخل الريحه ديالهم زوينه وحتى الا كانت الرائحه فيهم موز عيشه فهي هاد الخليط اللي خليناه واحد 3 ايام 4 ايام في لي شونسور هاد التقشيره اللي كتكون عامره بالاعشاب كتشرب داك ليميديتي اللي في الصباط وكتشرب الرائحه اللي هي كريهه وكيبقى الصباط دائما نقي وريحته زوينه. نعم تعرفنا معك على بزاف ديال الوصفات كيفاش ممكن نستعملوها كيف ما قلتي يكون غير داك الدوزاج مزيان والوجه عقلاني عقلاني والوجه من الاحسن بعد كما ذكرنا الا كنتي داك التخليطه او التبريمه المعروفه ديال الدوز انا في بعض الاحيان الا كانت العروسه عندها كنشوف بان كتعرق بزاف الرائحه كتقول لي راه عندي دائما مشكل رائحه تحت الابطه في الخليط ديال الحنه مع الورد مدقوق مع الخزامه مدقوقه مع شويه ديال الداد مع بودره الحليب مع العصير الحامض يعني كل مره كنبقى كنبدع في هذا الخليط كنزيد فيه حتى هو واحد المعلقه صغيره قهوه ديال الشبه رغم اللي كدير السيده يعني اون فوا كتدخل الحمام كيسخن كتسخن بعدا وكتوضع هاد الخليط ديال الحنه على لوكور ديالها واحد 10 دقائق حتى كيبس عليها وكتشلو وكدير الصابون البلدي باش تتحك. فما تخيليش اصاره مع الشبه كتكون بحال نشفت ليها لوكور كيخرج لها الوسخ بزاف يعني داك السيدات حنا المغربيات يعني ما مشات الحمام بلدي وما شافتش داك الخلايا الميته كتفقس بزاف وهذا كتفقس كيجيب لها الله بحال غير ضيعت وقتها وضيعت داك الفلوس الحمام فوالا وهذا الخليط هذا اللي كديرو كيساعد على انك تخلص الشبه كاين اللي كيخلط الصابون البلدي والشبه كاين اللي كيخلط الغسول والشبه يعني كنقول لك الانسان يكون بطريقه عقلانيه ما نديرش واحد الحاجه اكثر منها غتنشف لي الدات ديالي غنحس بان بحال الدات ديالي تكمشات وين غنشفات بزاف يعني واحد المده يعني قليله ومن بعد كترجع لابو ديالها كيف ما كانت. واضح تبارك الله عليك غزال الى سمحتي نختموا بمكالمه مع امينه من الرباط. امينه مرحبا بك معنا. صباح الخير. صباح النور اش اخبارك لاباس عليك؟ حبيبتي الله يرحمها ويوسع عليها في النهار. شكرا امين. بغيت نهضر معنا لا غزلانه بنتي لك الممكن. مرحبا. عندي حفيدتي صباح الخير بنتي غزلان. الله يبارك فيك انا الله يمكن لك ترفعي شويه صوتك ما تنسمعكش مزيان. واخا بنتي صباح الخير بنتي غزلان. صباح الخير. الله يخليك بنيتي الله يعطيك صحتك بنيتي كنستافدوا منك بزاف الله يكثر من بنتك. الله يكثر من بنتك. ربي يخليك.
شكرا امينه. الله يخليك بنتي. عندي بنت حفيدتي عندها 12 سنه وعندها رجليها مريح لها بزاف كيريح ولها ما كيبقى ولها لا تبرديلات ولا حتى حاجه. عندها داك المشكل ديال معقد هذه لرجليها فيهم الريحه. وهذه نصه اللي تكلمت عليها لان الاب ديالها عنده نفس المشكل. ما عرفناش واش وراثي ولا ماشي وراثي. ولكن اشخاص لالا فاطمه انا غنجاوبك دابا. كيف ما ذكرت ساره لاحظتي بان انا بحكم يعني تجربتنا في المركز حنا تيجيو عندنا بنيتات ولا نساء اللي تيشمو كومبليتمون يحيدو الصباط وتيشمو صباطات يعني باتمين يعني ماشي بقات في الجوده ديال الصباط. بعض الاحيان كيكون جوده عاليه ديال الصباط يكون من الجلد ماشي من البلاستيك ويكون تقاشر. دونك يكون الناس عندهم مشاكل انهم لي باكتيري عندهم كثار يعني في الدات ديالهم او في بعض المناطق اللي هي اون فوا تيعرقوا كيعطيو الرائحه وراه مشكل كبير. اللي لاحظتي الاحيان كتكون عامضه على الناس عندك في البيت وكاين ناس تيحشمو لدرجه ما كيبقاو الصباط ديالهم. نعم تيحشمو ويزولو. دونك انا من الوصفات وهذه مجربه وبالتاكيد وتجربه لالا فاطمه ومن بعد ان شاء الله ترد لنا الاخبار الاسبوع الماجي. هاد الخليط اللي قلنا ديال الخزامه يمكن لها تزيد معاها يعني حتى شويه ديال الزعفران لان تا هو معقم بواحد الدرجه كبيره. دونك تاخذ مثلا واحد 50 غرام ديال الخزامه 50 غرام ديال الزعفر دير معاه واحد 100 غرام ديال البيكربونات دو صود يعني ديك البواطه الصغيره اللي غتجي من الصيدليه او من عند العطار. نعم كيكون فقرها تقريبا كاينه 50 غرام كاينه 100 غرام. دونك خدم لك كثرات منها لان هي ما غتستعملهاش للدات ديالها دير في هاد لي باموس اللي قلنا اللي هدرتي عليها واخا هدرنا عليها. والشبات هي تشريها من عند العطار مطحونه تيدير منها واحد جوج او ثلاثه المعالق كبار حتى كتعمر داك الليبا ديال النص. عرفتي داك الليبا ماشي اللي تنطلعو تا الفوق غير الليبا بحال القاشر وتتشلمها وكتسدها وكتخشيها في الصبابط. يعني هي هاد الناس هاد البنيته ديالها ولا الزوج ديالها خاصها تحضر بحال واحد سته تقاشر. نعم واخا يعني بحال تشري واحد نص كيلو ولا كيلو ديال الخزامه تشري كتير هاد العشوب وتحضر واحد سته تقاشرات وكتبدا يوميا ملي تيحطو الصباط ديالهم يغسلو رجيلاتهم بالماء سخون مع البيكربونات دو صود والشبة مطقوقة وطيب لهم من الأحسن إذا لقات زيوت إسانسيال. يعني أنا كنبغي نقتصد عليها لأن زيوت الأساس كتكون غالية الخزامة يمكن لا توصل حتى 150 درهم القراعة صغيرة يعني فيها يلا 5 غرام ولا 5 مليلتر. دونك إلا جاوها غاليين يمكن لها غير طيب الخزامة وهذاك الماء تيكون باقي سخون ديال الخزامه تتخلطو مع الماء اللي غادي يغسلو به رجيلاتهم وبيان سور مع البيكربونات دو صود والشبه مدقوقه. ملي تيجبدو رجليهم من الماء تينشفوهم مزيان ما يخليوش فيهم الماء ويديرو فيهم راه تشري من الصيدليه كاين واحد الطلق خاص بالرجلين اللي خاص واخا داكو باش كيزول الرائحه. وهذاك الخليط اللي ذكرنا عليه تعمر واحد ستة المزيودات ديال التقشرات وتتخشيهم لهم صبابطهم كاملين وتحاول تشمشهم او تهويهم ويحاولوا انهم الصباط اللي يلبسوا اليوم ما تيلبسوش لغدلين تيعطيو الصباط على الاقل ثلاث ايام ولا اربع ايام فين اولا تيتنفس وفين ثانيا ينشف من العرق لان هذاك العرق اللي تيكون فيه الماء اللي تيبقى لداخله وتيدير الرائحه. ومني تتخشي فيها التقشرات ياخذ الوقت ديالهم بالكامل انهم داك البيكربونات كتشرب لوميديتي الشبه حتى هي كتشرب لوميديتي ديال داك الصباط. نعم. والخزامه والزعتر تتلقى رائحه جميله في الصباط. نعم. وكيمكن لها مني يبغيو يلبسوا دائما لي شوسور ديالهم يديروا فيهم واحد شويه رشيشه خفيفه ديال الطالك اللي هو كيكون خاص بلي شوسور راه كاين في الصيدليات بثمن جد مناسب وراه تكون مرسومه فيه رجيله ولا شي حاجه. اي كتكون مرسومه فيه رجيلات وراه اللون ديال يعني كيكون ابيض ومكتوب بالازرق. نعم. وكيمكن لها حتى هو تستفد من راه تخي زيفيكاس حتى للناس اللي عندهم لي شامبيون ما بين ظفرهم ما بين الصباع ديالهم تخي تخي زيفيكاس. نعم تبارك الله عليك عزلان وشكرا لك على هذه النصائح اللي قدمتينا اليوم. ان شاء الله دائما المزيد من المعلومات والنصائح تابعونا كل يوم ابتداء من 9:15 رفقه غزلان مكوار الخبيره المتالقه في التجميل والحلاقة بالدار البيضاء.